هذه أول نشرة من بين سبورتس الإخبارية في قطر. نصحبكم في الأمتار الأولى من رحلة طويلة نتمناها مليئة بالنجاحات. معكم وبكم السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك حمد ومرحبا بكم مشاهدينا إلى أول حصاد رياضي من قناة بين سبورتس الإخبارية في قطر. وفي البداية نستعرض وإياكم أبرز عناوين. تحسن طفيف في الحالة الصحية لأسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في مستشفى كرونوفيل. البريمير ليج تستقبل العام الجديد بافتتاح مرحلة الإياب والأنظار تتجه نحو مسرح الأحلام الأولد ترافورد ولقاء مانشستر يونايتد بتوتنهام هوتسبير. والمنتخب القطري يفوز على نظيره السعودي ويبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في الدوحة. بعد أشهر من التحضير ها هي الساعة الصفر قد دقت. مشاهدينا الكرام، تعودتم على متابعتنا لسنوات وسنوات عبر شاشات الجزيرة الرياضية، واليوم نطل عليكم بثوب جديد. الجزيرة الرياضية تحولت إلى بين سبورتس تحت شعار موحد سيحتفظ بكل الثوابت التي تعود عليها المشاهد مع خدمة أكثر تميزا وتفردا. بين سبورتس ستواصل قصة النجاح التي خطتها الجزيرة الرياضية منذ أكثر من 10 أعوام. نمو مستمر، رؤى تتغير، وخبرة تتراكم للوصول إلى الريادة في عالم الإعلام الرياضي. عالم تتحرك فيه بإن سبورتس بخط سميك ليكون فيها المستوى أكثر تطورا وأوسع انتشارا لملامسة حواس كل باحث عن تفاصيل الرياضة. من مشروع الجزيرة الرياضية الفريد الذي رافق الرياضة ومشاهديها لعشر سنوات إلى مستوى أكثر تفردا وتميزا تكون فيه كالعادة الرياضة لغة عالمية. تدفع بإن سبورتس إلى الإيمان باستحقاقها لمكانة خاصة تعكس المحتوى الذي تقدمه وستقدمه لطالب التميز من المشاهدين. لنقل وتغيرت اللعبة للأحداث الرياضية التي لا تتوقف أبدا، ومعها لن تتوقف بإن سبورتس عن الاهتمام بالرياضة وما جاورها بملامسة التمنيات. شبكة قنوات بإن سبورتس نجحت من خلال حضورها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والفلبين وهونغ كونغ في تأسيس علامة تجارية قوية، وبانضمام الجزيرة الرياضية لها تحت شعار موحد سيكون الهدف من هذا الفريق العالمي التدرج والارتقاء إلى مصاف الشبكات الإعلامية الرياضية الثلاث الأولى في العالم، ليكون لعشاق الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار بين سبورتس امتيازات حصرية ستكون من نصيب المشاهدين في الأحداث الرياضية القادمة، وبتجربة مشاهدة غير مسبوقة تضمن توفر 4 لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية من خلال 17 قناة بنظام الجودة العالية تدعمها 9 استوديوهات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات وبأفضل أنظمة الصوت. 10 سنوات من الرياضة لم يتغير فيها الاهتمام، تتغير الألوان والأسامي وتبقى الرياضة الأساس. الجزيرة الرياضية لن تغيب عن الذاكرة، وبين سبورتس تلامس الأمنيات، فبين الرياضة والرياضة توجد رياضة. الشيء الثابت في الانتقال أن التميز مبدأ وليس غاية. قصة انتهت وتبدأ قصة جديدة مع بين سبورتس.